السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. من زمان عن الفلقات، اللي يعرف ان الغنى دي اصلا ما فتحت حق فلقات. تركزون على الشعر، تركزون على الشيء. الصوت الساعة الحين 8:30، توني صاحي من النوم. المهم اليوم 8 أغسطس، لو اللي يتذكر في ذي الوقت، يعني ما ادري متى بحط الفيديو، اللي يتذكر في ذي الوقت اني خففت كثير، ما نزلت فيديوهات. مراجعة النسخ التجريبية خففت برضو عليها. ليش؟ لأنه أصب العكس كان، يعني ذي الوقت الحين ما عندي دراسة، فاضي، كان أبدأ معاكم على الأغلب الفلوقات، أبدأ معاكم كل يوم نزل فيديو. لكن للأسف أني عندي مشاكل حق نقل، بنقل من شقة لشقة ثانية. قلت ليش ما أسوي فيديوهات الحين، منها حق مثلا الأشخاص اللي بيجون أمريكا أو شيء، عارفون كيف لو بينقل من شقة لشقة، وانا بروح شقة. فأنا الشقة اللي جالس فيها تقريبا لي 5 سنوات الحين، 4 سنوات. فالشقة تحس انه 100% راح يصير فيها، يعني لو جيت اسلمها الحين نازل فيها اشياء، اختربت فيها اشياء. فجلست 3 أيام اللي راحت عدلت فيها، عدلت فيها شواج، صبغتها. يعني بوريكم، ما سويت فيديوهات صح، لكن اشتغلت فيها واجد، ولها جزاهم الله الف خير. لهم 4 أيام وهم جالسين يرتبون الاغراض، لان كل شيء في الشقة لي ما عدا الثلاجة والفرن والطقم المطبخ، تقريبا هذا اللي لهم بس. يعني اوكي السخان وهذا الشيء لهم، لكن الاشياء الثانية كل شيء لي، الكنبات لي، الأسرة لي، كل شيء لي. فجهزوا كل شيء، ركبوا كل شيء. العقد بينتهي معاهم بعد يومين، فسويت العقد الثاني. الحين بروح اخذ العقد الثاني حق الشقة الجاية الجديدة، ما ببعيد عنهم، أكبر شوي وأجدد. شقة توهم مصنوعة 2018، سنة راحت. ثاني واحد بسكن فيها الحين أنا، اللي قبل تقريبا بسكن فيها بس 4 شهور. فالشقة جديدة. الإجراءات اللي بنسويها الحين، يمكن ما أقدر أصور معاكم بس بعلمكم الحين عشان الأشخاص اللي بيجون أمريكا. بما أن إحنا أول حاجة انترناشنال، فإحنا ما بأمريكان، 99% من الانترناشنال ما عندهم سوشيال سيكيورتي نمبر. السوشيال سيكيورتي نمبر اذا كنت انترناشنال جيت هنا لازم تشتغل عشان تاخذه. ف خلاص، فالشقق شوي تصير اصعب عندك، لان لا يبون السوشيال سيكيورتي عشان يحطون ويشوفون تاريخك، يشوفون كل شيء. ما عندك ذا الشيء، اوكي راح يقول لك ادفع دبل ديبوزيت اللي هو تامين، او ادفع اشياء. انا ايش اللي قالوا لي بان الشقه جديده، قالوا يدفع 2.5 شهر ديبوزيت. مثلا انا جار الشقه ب 1200، احد ادفع شوف كم، ادفع 1200 هذا ال 2400 ويزيد النص برضو. فالمهم اني بدفع ديبوزيت الحين حق الشقه تامين 3800 وشوي دولار، حسبوا انتم بكم، واجار الشهر. اوكي هذا بروح الحين بدفع معهم، بسوي الاوراق وكمل كل شيء. طبعا البدايه ما ادري ليش في اشياء اجراءات اول مره اسمع عنها. قالوا لي اوكي جيب 3 ريفرنس اللي هم اشخاص يمدحونك او اشخاص يعني يعرفونك امريكان، وكلمهم. رحت جبت واحد من البروفيسور حقيني المدرسين، جبت واحد من الادفايزر حقي في الإدارة الجامعة، وجبت واحد من الانترناشنال اوفيس. فاخذت الارقام، اخذت كل شيء، عطتهم اياهم. قالوا اوكي، قالوا يبون برضو ستيتمنت بنك ستيتمنت حق اللي هو بنك ستيتمنت، اجيبهم لهم اوراق حق كم في حسابي ولا مصروفات ولا شيء، بيشوفون كم في حسابي. ما ادري ليش الاشياء ذي كلها، بس يعني ما اتوقع اول ما مره سوالي ذا اول كذا. بس المهم رحت جبت لهم، خلصت، قالوا خلاص مضبوط انت. رحت حق شركه الكهرباء، اعطيت خبر ان الشقه هذه اللي انا فيها راح اوقف يوم 9 اللي هو بكره، اليوم 8 بكره بوقف، وتنقلوني الشقه اللي بعدها يوم 9. قالوا لي خلاص خلصت من الاشياء كلها. رحت شركه الانترنت ودفعت لهم حق انترنت، واعطوني انترنت هذا موجود ورا الانترنت عندنا هنا. قالوا لي قلت لهم ابي يبدا يوم 9، قالوا لي خلاص انت خذه، ما راح يبدا لما تركبه. حلو، هذا حتى ركبته عندي في الشنطه ورا. ايش اللي باقي؟ باقي بعد ما اخلص ذي الاشياء كلها ببدا معكم قصه ثانيه، اني اغير ايميلاتي او ال 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 ما بالايميل، الميل. يعني اروح مثلا حق البنك اغير الميل، اروح حق شركه التامين السيارات اغير الميل، اروح حق الرخصه، عندي الرخصه لازم فيها ميل، راح اروح لهم اغير. يعني الله يكون في العون. اهم شيء نحن بنروح حق اول شيء المكتب، مكتب الشقه الجديده، نشوف الاوراق ونقرا كل شيء، العقود ونوقع ونعطيهم التامين. طبعا رحت معاهم وانا شفتهم، افضل اني يعني اذا جيت تستلمون الشقه تروحون مع الشخص
صاحب المكتب وتشوفون الشقه وعند اوراق وتشوفون الخراب ما الخراب تكتبون عشان بينك وبينهم تقول ذا الشيء خربان قبل ما استلمه ذا الشيء خربان كذا فحركه حلوه تكون عشان لا تتوهق بعد ما تسلم الشقه بس اتجه الحين نشوف طبعا ما ادري هل اقدر اصور لكم اصوركم المكتب لكن نشوف طبعا الاجراءات اللي اسوي لكم اياها مثل ما قلت لكم الحين يوم 8 اوغست قبل حتى عيد الاضحى علي اخوي ما بعد يجي برضه يعني علي اخوي يبي له ثلاث ايام على ما يجي من حظه يعني بيجي بعد ثلاث ايام كل شيء جاهز كل شيء نقلنا وخلصنا اوكي نبدا معاكم طيب وحين خلصنا من المكتب أعطونا حق الموقف نحطه هنا في المراية عشان الموقف حقي أعطونا مفاتيح الشقة الأصل هم كانوا يعطونا مفاتيح الإيميل الأصل إن العقد أروح حق شركة الـ USPS شركة البريد الأمريكي وأوريهم العقد يعطوني بعدين مفاتيح الإيميل لكن قالت لي عندنا مفاتيح الإيميل ما يحتاج فحركة حلوة وبرضو الحركات يعني الأشياء العادية إن في شخص كان يروح معي الشقة ويشوف الأشياء الخربانة وكل شيء ويشيك لكن قالت لي أنت بي أحد يروح معاك أو نقدر نعطيك ورقة وتشيك على كل شيء وتجيبهم لنا في أسبوعين قلت خلاص طن ورقة وأنا بشيك على كل شيء هناك وأجيبهم لهم وأشوف وريهم الأشياء الخربانة ليش لأنه يعرفون بعد اللي جيت تسلم الشقة أو لو جيت تسلم الشقة لازم تسوي 30 يوم اللي هو يعني لازم تقول تعطيهم خبر قبل 30 يوم يعني شهر وبعدها راح يجون يشيكون ويجيبون معهم الورقة دي ويشوفون الأشياء اللي كانت خربانة ما يحسبونك عليه لكن الاشياء الخربانه راح يحسبون عليك الديبوزيت بعدين عليها اللي بالدفع اللي دفعته انا الردي قبل شوي التامين بس الحين بنروح الشقه ونشوفها ونبدا الشغل بنقل طيب وصلنا الشقه هذه تقريبا برا غرفه بلكونه ينقال مخزن بس ما ادري شبرين قلت لهم ابي اجر مخزن ثاني قال لي اوكي ناجر لك مخزن ثاني فوق $50 تدفع زيادة وبرضه شبرين نفسه قلت لهم يعطيكم العافية هذا أول طلب جالي على طول من الحين شوف كيف حق المراجعة لازم ما نساك هذه الشقة مثل ما نشوف هذا الصالة فيه مكيف طبعا المنطقة عندنا أصلا ما أكثر الشقق أو 90% من الشقق ما فيها مكيفات ليش لأن منطقة باردة يعني بس يعني الشقة جديدة فحطي مكيف هنا هذا يعتبر الصالة ذي كلها ما يحتاج أوريكم يعني ديش واشر ولا شيء ذي مخزن هنا هذا مخزن حلو كبير وهنا حق كرمكم الله النعل هنا المغاسل الشقة اللي كانت قبل عندي ما فيها مغاسل برا يعني في حركة حلوة بحلو المغاسل معروفة انه ياخذ كهرب فحطينها برا وما كنت ادفع حق المغاسل الكهرب لكن الحين حلو داخل انه يعني ما يحتاج اني اشيل اغراضي وملابس اطلع من برا يعني من الجهتين هذه غرفة علي راح تكون اصغر من القديمة لكن مرتبة اكثر وحتى الحلو فيه ان الشقة اللي كانت عندي الاول التبريد والتكسير التحكم في الشقة بالحالة كامل هنا لا كل غرفة تتحكم فيها بالحالة هنا هذا كلوزيت حق الملابس اللي غهريني يعني تصميم ما ادري من اللي صمم الشقة انا ابي اتقابل معاه استغفر الله يعني الحمام فيه شكبر الحمام ليش هالكبر والغرفة صغيرة يعني خير تصميمك شوف لك حل وهذه الغرفة الثانية راح تكون غرفتي هذا الكلوزت برضو ملابس وهذا في داخل فيها حمام الردي بس يعني ما أدري إيش التصميم عندهم ديني إيش التصميم إيش الحركة شوف كبر الحمام شلون ليش يعني إيش أسوي فيها عن المسافة دي أزحى في الدنيا أنا بخش الحمام بخلص بطلع بس يعني كبر لي الغرفة بس ما أدري ليش تصميمهم كذا المهم يعتبر هذا كل الشقة باقي اللي برا اللي هو البلكونة أقول لكم إياها
البلكونة. هذا هي. هذا ما أدري. ما أدري إيش فائدته. اللي يقول إنه تبي واحد ثاني أجر لك بخمسين فوق. شو أسوي فيه؟ بس تقريبا هذا الشقة. الشغل الحين شنو؟ إني أروح أخذ يوهول. بيجي معي رائد قحطاني. ناخذ يوهول نشيل اغراض من هناك نجيبها هنا. يوهول مأجل 24 ساعة، ابدا من اليوم الساعة 12 الظهر، تسليمه بكرة الساعة 12 الظهر. فاخركم معانا. هذا وصل رائد. وانتبه. ناخذ الاغراض بس. السلام عليكم. السلام ورحمة. كيف الحال؟ حياك الله. كيف حالك؟ طيب. كيف اخبارك كاليفورنيا؟ كيف؟ والله كاليفورنيا والله كلامه صح. والله؟ اي والله كلامي بالله يبالك تسوي له زيارة حي. رحت 8 مرات انا كاليفورنيا. بالله عليك. والله. قديم انا. خلاص اخذت اليوهول، الحين نروح الشقة. رائد. ما يسمع رائد، ما ادري ايش السالفة، ما ادري ايش اللي يشوف. بعدنا هناك ها؟ طيب الحين هذه المشكلة في أمريكا، هنا أخدم نفسك بنفسك. طبعا في شركات نقل وهالأشياء، بس إنه شغل اليد العاملة في أمريكا غالية، فأكثر شيء أكثر الأمريكان هنا حتى بيوتهم يصبغونهم نفسهم وكل شيء. فالحين أخذنا اليوهول، بس أدور الحين واحدة مع الرقم حقها. أخذتها 24 ساعة مثل ما قلت لكم. الحين 4716 هذه اللي بنسوق الحين. يلا نسوق. أصوات شغل السيارة الحين. طبعا بس إنه في أوراق كنا عاقد معاهم، ما أدري هل تسمعوني ولا ما تسمعوني. في عقد معاهم وكل شيء هنا، والسيارة تكون نظيفة والمايل كم تمشي، ولازم ترجعها نفس البنزين اللي فيها. المهم نروح الشقة هين ونبدأ نشيل الأغراض. خلوكم معنا. وصلنا للشقة، ما أدري هل تكفي ولا لازم نسوي دفعة ثانية. إن شاء الله تكفي الأغراض. يعني أحس إنه يبين دفعة ثانية، بس إنه كثر كلام جلسان. نجرب يعني. تظل رائد الحين يجي. اتوقع اني ما وريتكم الشقة حقتي، ممكن توريكم بس الاماكن اللي اصور فيها. اوريكم اياها الحين، الشقة القديمة اللي كنت جالس فيها، جالس فيها من 2015 اوغست يوم 9/2015، اليوم اوغست يوم 8/2019. بكرة بسلمها الشقة، فبتكون بالضبط يعني يوم جيتي يوم مشيتي. انت جاوبت موقفك يعني. انت ترك مو وقفت موقفك. موقف لا, لا 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 والله. بس الموقف دي ما فيها ما فيها. الا والله صح. ورق انقراض. توقعت كفي؟ ها كفي رجعت. انت كان اغراض الموقف. والله ما احبها صراحة. كل شيء بالشقة اللي. والله ما احبها. شوف اللي في الصالة، اذا الاغراض اللي في الصالة الكنب والكنب. الكنب الطاولة التلفزيون عادي تكفي 100%. غرفة النوم سرير مرة كبير. شفككت لا اذا فككت يكفي. قبل اني اشوف المرتبه كمان في برضه صح؟ ها؟ المرتبه كمان ايه الستورج متروس مليون. اوه لا حبيبي والله شكله ردين حق سامي والله. عندك ذيلي بعد. اوه اوكي. هذه شوف الشقه، هذا دورة المياه على طول. دورة المياه دورة المياه يعني يعتبر هذا حق النعل. كمكم الله هذه الاغراض هنا كلهم. شوف كيف. اوكي كيف؟ انا ردينا صح. والله؟ ردينا بالراحة. ردينا بالراحة بس. ويكفي بالراحة ردينا. ايوه يكفي لا بالراحة ردينا. انه عندك ستوريج كمان يعني. ترى انت الحين طالع لهنا باقي الاغراض اللي موجود داخل. تعال. يمكن ثلاثة تنزل. هنا. تمام. باقي الوراك داخل. طيب. باقي غرفة. هذا كنت هنا أصور مع علي. هنا باقي الغرفة، هذه الغرفة كنت أجلس هنا وأصور. كان هنا في طاولة في الجوالات الموجودين. صبغت هنا باين شوي صح؟ نتقشع ده وصبغته. أهو باين اللون يختلف، قصدي
الخطوط انت بس اللون نفسه انت ظبطت لهم الشيء هذا الابيض يعني والله لازم عليك يعني ايه. اوكي تمام بس اللون جاي نفس اللون ايه لا مو بس ان الخطوط ذي التعرجات ايه التعرجات هي اللي ما جات صح لان ما عندي تعرجات ما عادي عادي شوف هنا هذه ظبطها ظبطها ما كان امشي ثلاث تردود كيف صراحه ثلاث تردود والله يا اخوي ما شاء الله الثلاجه كمان معك لا 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 منظف تحتها بس الميكروويف الآن أخذنا ساعة بالضبط شوف اللي تقريبا كملنا هنا ندور أشياء صغيرة اللي عاد نحطها فوق إذا ما قدرنا خلاص نودي ذي نرجع رد ثاني ليش وانت شفت الشقة من داخل كيف الأغراض الحين شوفوا كيف تمام شلنا أشياء كثيرة 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 هنا شلنا أغراض هنا كان كلوزت أغراض في كراتين هنا كانوا شلناهم باقي الأشياء الكبيرة هنا باقي الصغيرة هناك شيء بسيط شيء لا شيء غليل لكن ثقيل خلاص هذا الرد الأول خلصنا لا ما لها شغل يلا وصلنا باقي التنزيل الحين ما ادري محتارين الحين ننزل كذا ولا ها من هنا على طول عاري اقول سريع سريع يلا الرد الثاني ان شاء الله الاخير والله ان شاء الله ان شاء الله نقدر نقول ان شاء الله الاخير
اوه ما نزلت هذا. اها باقي دقيقة. هذه اوكي يا. خلي ولي خلي ولي هذا انت ما تجنب كيف رائد طفينا ها ربي خلاص والله يعني تخيل الاغراض اللي شلناهم ذيلي في اقل من 4 ساعات شن الاغراض دي كلها اللي هنا باقي الاشياء الخفيفه ذي تبيز الشقه يعني شقه كنت فيها انا اللي اقول لكم فوق يمكن 4 سنوات اوكي في بقعه هنا كافي اذكر ذي قهوه عربيه بس تقريبا فلازم ابيزها انظفها جدران الحمد لله نظفتهم فشيء كويس ساكن فيها في الخلال يعني 4 سنوات وكذا ممتازه مثل ما نشوف الأشياء الخفيفة اللي باقي باقي الكرتون صح بس نخليه مفتوح لأنه الأشياء الخفيفة نحطها فيه ونسكر بس ما راح أنهي الفلوق ذا خلي جزء ثاني بكرة لأنه باقي الأشياء الخفيفة طبعا هذه الشقة بس باقي مستودع تحت المستودع كبير ففي أغراض ممتلي كله وما أقدر أشيله ودي الشقة اللي عندي لأن الشقة اللي عندي أصلا ما فيها مستودع المستودع صغير فيه فبعطيها رائد إن رائد ساكن هنا والمستودع حقه فاضي ما في اي شيء فقال لي خله عندي بحط له اغراض هناك في مثلا اكزامبلز مثلا سرير بنتي وهي صغيره في العاب كثيره لبنتي وهي صغيره في ملابس لبنتي وهي صغيره في اشياء كثيره 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 فنكمل معاكم بكره رائد على كلامه يقول تعب يقول خلاص يقول يقول لو ودك نكمل بكره الفجر يقول والله ما عندي مشكله صحيح خلاص ترى هنا يعني الشيء اللي باقي يعني اوكي باقي اشياء خفيفه صح لكن في اشياء شوي ثقيله مثل الفريزر ممتلي الفريزر كامل كامل هنا يعني فتحه شو ما تشوفون كامل فلازم نشيل ذي كلهم نحطهم الكراتين ننزلهم على طول شوف المستودع كل الاغراض اللي داخل باقي يعني شوف مسافه لين هناك دي الأغراض كلهم لازم بكرة نشيلهم يعني 3/4 من بنتي ملابس بنتي ألعاب بنتي داخل لازم بكرة دي نشيلهم اوكي حين الرد الأخير نروح ننزل الأغراض دي كلهم أعرف أن صوتي نازل أصلا ما بس صوتي نازل جسمي كله نازل الدليل شوفوا كيف رائد يبكي والله خسرنا كالوريز لو ما ادري كم وصلنا الحين 3 ساعات تقريبا وصلنا في 500 او 600 صح ان ما نتحرك كثير بس نشيل يعني هو ما بعد الحركه على الاشياء المهم الحين نروح نشيل ما بعرف احط الكاميرا اصلا والله تعبت فهمتوها انت نروح الشقه ذيك الثانيه وننزل الاغراض اخر حاجه لليوم الحلقه الاخيره لليوم باقي بكره بس بكره ما راح نجيب اشي هنا يعني فريزر باقي صح؟ بكره مو شيء كثير برضه مو شيء كثير دقيقة خليني اشوف الوضع داخل والله كويس ممتاز الله 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 يديك الفافية الخير. مرة عوافي مرة عوافي باقي بكرة. ولا شيء. نعم عادي. بكرة ولا 5% من هذا الشيء اللي سويناه يعني. مرة 5%. بكرة الصباح زي ما قلنا الساعة 8 إن شاء الله. إيه تمام. إن شاء
9 بالكثير 10 مخلصين احنا ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله يعطيك الف عافيه والله. دفت الفطور دسم كذا ويجي شد 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 ما يحتاج شفت الشد ساعه هيك ما مشكله ايش اللي وراه يقول جاتني جاتني يلا كذا يعتبر خلصنا نكمل بكره انتظرونا بكره جماعه السلام عليكم صباح الخير صاحين 8:03 الصباح يلا نكمل شغلنا مش عندنا غير النقر تقريبا ما بقى شيء الحمد لله يعني كما ناخذ حتى ساعة بالمفتاح كلمت رائد انه متواعد معي على الكلام يقول الثلاثة ابي فجر كلمته رد علي بعد نص ساعة من لما كلمته وقلت له اجي انه الحين ما رد لا للأسف كتبت أجي بس ما رسلتها أوكي الغلط مني نروح حين الشقة ونشوف شو الوضع خلوكم معنا مثل ما تشوفون تقريبا خلصنا باقي بس هنا أبنظف شوي ذا والصبغة مع ما أدري هل باين عندكم ولا باين مثلا هنا اشتري جدار باين شوي لأن كنت ملصق أشياء هنا ويوم تشيلهم طار الصبغ فمشيتهم أو صبغته بس إذا قابلته كذا ما يبين هنا بس على انعكاس الضوء يبان تذكرون هنا رفوف اللي كانوا في الجوالات برضو شال الصبغ يعني إذا كنت قباله كذا راح يبين ليش لأن هنا شوي مثل ما تقولون ما أدري يسمون الكلمة إنه ما في زي الحبيبات أو الخطوط هنا نلمسه لكن أعتبره ممتاز يعني بس تقريبا ما بقي شيء بالشقة باقي حين الفريزر بس نشيله خلاص في أشياء ما بلي لكن خلاص أكرر بلشوني بعدين يقولون لأن أي شيء بيجوني شيء يكون أي شيء فيه خراب وما بكنت مسجله في الورقة يوم جيت أستلم الشقة لازم يتشلجون عليها مثل هنا الفاتحة دي أصلا فيه سكوب أو برغي داخل ما لهم على الشقة بس حطيت معجون دم عندي وبصبغها الأرضيات ديلي مني من القهوة بس ما برضي روح تعبت ما أدري في أشياء تتروحها الحين بمشي على الصبغ بس الأشياء الخفيفة مثل اللون الأسود اللي هناك صبغة شوي يعني حبة حبة قد ما أقدر لا يتشارجوني اللون ده ما راح يروح الفريزر خلصنا منه هنا خلصنا هنا كانت في فتحات كثيرة سكرتهم بس ما راح يبين حتى الفتحات الصغيرة سكرتهم احتمال خلاص ما بقى أي شيء هنا برضو كنت حاط القبرو على هنا الورد عندي وصور التايم لابس إن شاء الله الصبغ الصبغ شغلته سهلة يعني خلصته بسرعة وحين باقي بس فتحات خفيفة مثل يوم وخرت التلفزيون طلع فيه أشياء سواد هنا ودنيا بيزته شوي اللي راح راح ولا ما راح مشيت عليه صبغ على طول لا تركزون إن في ترقعات من ترقعات من الصبغ ليش؟ لأن هنا يعني حين الصبغ هذا اللي تشوفونه في الجوانب ما بعد ينشف بس ينشف يختفي يصير نفس ذا هنا لو تصير قبالة الرفعات بس الخفيفة اللي تبين لكن اللون نفس اللون بالضبط ليش كيف هنا كيف سويته هنا في المحلات أشيل قطعة من الجدار وأديهم لهم يحطونها في الكمبيوتر يجيبون نفس درجة اللون ف
الفرق الوحيد او الشيء الملحوظ انك صرت على جنب عكس الاضاءه. ليش؟ لان ملمس هذا غير ملمس هذا، هذا ناعم هذا شوي فيه تعرجات، هذا الفرق. الحين هذا باين هنا بس انتظروا لين بس ينشف. طبعا اشوف انا بقع فيه في الوسط بس اني هذه مو مني بس خلص بقى معها يلا فين بس ينشف خلاص ما يبين. نوقف على الشارع تصير اقرب صح؟ نشيل الاغراض في المستودع الحين لان الفريزر لازم نحطه من الكراتين ونشيل الفريزر ونروح هناك على طول عشان نحط الفريزر ونحطه من الكراتين ما نبي ينذبون. كان نشوف المستودع الحين اذا في موقف برا هنا. والله تعال حلو راح يلا هذا جزء من الأجهزة تقريبا أكثر شيء سويت لهم مراجعة. سويت لهم مراجعة ده ما سويت لهم مراجعة ده اللابتوب قديم عندي هذه سويت لها مراجعة النينتندو ما سويت لها مراجعة هذه سويت لها مراجعة هذا الهوم بود حق قبل مهم نشوفه هذا السيرفس اللي استخدمه هذا لعبة سيرفس هذا لابتوب ثاني ما سويت لها مراجعة هذا جزء بس من العائلة شو اكثر الاغراض اللي عندي اغراض بنتي ف رائد بس يحط الاغراض يتحركون يطلعون اصوات يقول في طفل يصيح يقول مين مارتن لوثر كينغ لا والله بس شفنا افلام سمع التاريخ بس ما قريت عنه بس حطه خلاص يلا الحين يعني عطني نسبة كم خلصنا؟ خلصنا تقريبا 50% اي 50% 50%؟ نسبة يبقى الفريزر اغراض صغيرة تتساعد 50% ومن امس اوه توتال إيه؟ خلصنا نقول 80% لا والله يا اخي إيه لا 80% لا باقي الفريزر بس باقي الفريزر طيب 90% ناجح يلا 10 دقائق دي مشين مشين بس باقي الفريزر صح؟ كذا يعتبر خلصنا كل شيء خلاص. طيب خلاص الحين يعتبر مصر خلاص خلاص. باقي بس ننزل اغراض اللي هو شغلت ربع ساعه ما في شيء بس الفريزر واغراض الفريزر بس تقريبا هذا الفيديو كله بس اللي تمنيت يعني قلت ابي اسوي ذا الفلوج ذا علشان الاشخاص كيف الاجراءات نقل في امريكا او انك بتروح تسكن في سكن جديد شو الاجراءات ولا تطلع من السكن الحين مثلا اللي باقي الحين نظفت الشقه كل شيء بس باقي اني اسوي موعد معهم اوريدي مسوي موعد الساعه 4 واحنا الساعه 10:30 لكن قالوا لي يمكن ما نقدر نسوي 4 بسوي قبل انه يجوني يشيكون يشوفون الاشياء العادله ولا مش عادله يعني اول ما سلموني الشقه ايش الاشياء اللي كانت خربانه او ايش الاشياء اللي اختربت الحين عندهم ورقه بيني وبينهم وبعدين نشوف اذا في تشريج ولا ما في يعني بيدفعوني فلوس ولا ما بيدفعوني بس
بعدها نقدر ناخذ الديبوزيت اللي هو محط التامين على الشقه. يعني مثلا حط تامين مثلا $1000 يشيكون هم الحين ويشوفون الخرابات، هل الخرابات بتكلم مثلا $100 راح يعطوني بس رجعوني $900 كذا نشوف. اتوقع ما يحتاج نصور في التصويرات او الفيديوهات الثانيه. ففي نهايه الفلوق لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني بفضل دعائكم. والسلام عليكم.